أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة الفن لأخبار الفن والفنانين. بعد المصالحة مع نادين نسيب نجيم، سيرين عبد النور غاضبة وترد على هذا السؤال. نشرت سيرين عبد النور فيديو لها مع نادين نجيم بعد تصالحهما، وذلك بدعوة من ماغي بغصن، والتي جمعت عدة فنانات لبنانيات مثل نادين الراسي، جيسي عبدو، ندى فرحات، ودليدة خليل. وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية في انستغرام، وصلت لمليون مشاهدة في يوم واحد فقط. وردت سيرين على سؤال متابعيها بشأن غلق التعليقات على مقطع المصالحة عبر حسابها على تويتر، وقالت إن السبب يرجع لوجود هجوم غير أخلاقي وغير مبرر على الفيديو الذي أصاب البعض بالعصبية بدون سبب، لذلك أغلقت التعليقات لأننا لا تسمح بوجود أي إساءة لأحد على صفحتها الخاصة. ومن جهتها أعربت نادين نجيم عن سعادتها البالغة بالمصالحة التي حصلت وبالسهرة التي جمعت النجمات اللبنانيات، ونشرت مجموعة من صور العشاء وعلقت: نحن وبعض أقوى.